مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. اللي كتشوفوا معنا في الصورة هو نبيل حالته الصحية متدهورة بزاف، تعرض الحديث وهو صغير. مشى عند جبار كما عودت لي السيدة، مشى عند جبار غادي وكيكبر وغادي الصدر ديالو وكيخرج. الان حالته صعيبة وحالته حرجة، كيناشد المحسنين، كيناشد عفوا المغاربة أخلو بخير انهم يعاونوه ويساعدوه باش حالته الصحية ترجع مزيان. نخليكم مع نبيل غيعاود لينا المشكل اللي تعرض ليه وشنو كيطلب من المحسنين، شنو كيطلب من المغاربة. خويا نبيل السلام عليكم. السلام خويا، حاول تعاود لينا المشكل اللي طرات منك كنتي صغير، واش قالوا لك منك كنتي صغير؟ المشكل كان عندي صغير طاح من فوق عند السداري، كون عندي شي عام بحال هكا ماشي، طحت كتهرس من اليد، جبرت من الصدر ديالي كيضرني بزاف. مشيت لمراكش على واحد الجبار كتساكن في البلدية أنا، حيتاش مشيت على واحد الجبار دار ليا هداك، قال لي غيرجع عليك، دار ليا واحد الفاصمة وداكشي اللي غيرجع عليك. تا لحقت عدد 12 عام يلا داكشي غادي يخرج شوية. ملي كان صغير كان عضد ضليع صغار وانا خارجين، ومن ثم غادي كيكبر، غادي كيكبر معايا كيضرني بزاف، مكيخلينيش نرقد، باش تقدرش تنعس، مكيخلينيش نعس و أي حاجة. يعني وتوصل شي 12 عام، علاش باش كتكتشف أن والله وعيتي كتكتشف أن صدري السكر بدا كيخرج؟ صدري خرج بزاف. أش درتي؟ أش درت موراها؟ ما عندي باش نمشي للطبيب وداكشي، كاينش كاين إوا كنظلم الناس اللي كان شي قروب مساعدة محسنين. كيف كتعايش مع الحادث اللي تعرضتي ليه ملي كنتي صغير ودابا سترك بدا كيخرج كما قلتي لي، كي تعايشي معاه وكي كدير في النهار ديالك؟ النهار ديالي كيدوز ليا جيع، ساعة كدوز ليا بحال العام، أكتر من عام، 20 سنة، من 20 دابا عندي 20 سنة، شحال من عام وأنا كنتعد. انت باقي شاب و كتخرج كتلعب مع الدراري كتشوف الدراري؟ كنخرج مع الرمل، الله يسهلني، الله يحمي الوالدين، الله يسهل علي. شنو بغيت يا نبي؟ بغيت نولي بخير، الصحة صعيبة بس ما يحس بك، قال لي مزرب شي دقة ولا يحس بك، شوف راسه ما درنا والو، باقي ليام لا طويله، انت باقي شاب. الناس ان شاء الله غيعاونوك، باقي لنا في 20 عام، باقي قدامك الحياه طويله. ما تيأس اش راه نقول لك، ما تيأس، باقي قلوب الخير ان شاء الله. ان شاء الله. شنو خويا نبيل تبغي تقول للناس اللي كيتفرجوا فيك دابا، شنو تبغي تقول لهم؟ قول لهم تعاونوا مع اخوكم راه مريض، مع الصحه قد الحال. شنو بغيتي شي بالضبط؟ انا نسول نبيل، نبيل عنده 20 عام، نسولو شنو بغى؟ وين ولا بيخي شي لبي، ماشي شي عند الطبيب تشوف على صدرك كما قلتي لي. الطبيب يكون دي مخصص بالعظام، ماشي شي طبيب عادي، طبيب ديال العظام، ماشي هي طبيب. مشيتي عند الطبيب من قبل نتايا؟ اخر مره مشيتي عند الطبيب امتى؟ مشيت عند الجبهه وقلت راه فيه تحانة، ليه فات عام مزرانة زايد. واش مزرانة زايد؟ لا، المشكل اللي عندك بالضبط على صدرك. صدري يلاه يلاه فتحت من ميريز كلشي شهرين. كاين شي امل انك تولي بخير؟ ما مشيت عند شي طبيب، انا قلت عمرك ما مشيت؟ لا، مشيت عند الجبار صح. واخا كنت تقدر تقول لي شوف الناس المغاربه كيشوفوك دابا وكيدعيو معاك، توجه لهم واحد الكلمه، واحد الرساله من القلب ديالك، قولها لهم، قولها للمغاربه اللي كيشوفوك. قول لهم الله يسهل عليكم، الله يخليكم بيبان، اللي ما عندوش الله يسهل عليه، واللي عنده الله يجي عندو الله يزيدو، اللي ما عندوش الله يجيب لي. خاصك تعرف تخلي لي النمره ديالك، شوف لي النمره ديالك. التليفون كاين تما، هما التليفون. نخلي لكم مشاهدينا الكرام رقم الهاتف ديال نبيل، الناس اللي بغاو يساعدوه. هو شاب عنده 20 سنة، باقي الحياة قدامه،
نتمنى منكم تبارطاجيو هذا اللايف وصل للمحسنين، وان شاء الله ارجع بخير وعلى خير نبيل. باقي قدامه الحياة، باقي قدامه المستقبل، وخلي لكم رقم الهاتف ديالو. قول لي يا خويا نبيل، 07 07 اه واخا عطاني انا نجيب 09 صفر تسعود 27 07 صفر تسعود. كمل ليا 07 09 56 05 05 07 09 28 056. صفر سبعة صفر تسعود 27 08 56. هذا هو رقم الهاتف ديال نبيل. الناس اللي بغاو يعاونوه يساعدوه ماديا ولا معنويا محتاجوه كلمة زوينة، وإن شاء الله رسالتك أخويا نبيل تكون وصلات والناس يتواصلوا معاك يعاونوك بإذن الله. على تصور مشاهدينا غنودعكم، نتلاقاو إن شاء الله في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.